سبع تمرات على الفطار، والسبع تمرات دول ليهم قدرة كبيرة جدا على القضاء على الديدان اللي في الأمعاء، وهناخدهم برضو بعد السحور. وهناخد حاجة اسمها حالتيت. الحالتيت ده حاجة زي الصمغ كده، ريحته وحشة جدا، بس مطهر ومنظف للأمعاء بشكل رائع جدا. حتى قد الحمصة نطحنها ونحطها له في تمرة عجوة، ونخليه يبلعها مرة كل يوم بين الفطار وبين السحور. إن شاء الله على أسبوع بالكتير هتكون أمعاءه نضفت. هنعمل له مشروب كمان، مشروب مطهر للأمعاء، مشروب جميل جدا. بنجيب مغلي الشبت مع مغلي بذور الشبت، يعني نجيب معلقة من بذور الشبت وحزمة من الشبت، نغليهم مع بعض، وبعدين نسيبهم لحد ما ربع ساعة، وبعد كده نخلطهم بعصير التمر. يعني نجيب تمر أو عجوة نغليها ونطبخها في ماء مغلية، ونضربهم كلهم في الخلاط، ويشرب العصير ده 3 مرات في اليوم بعد الأكل. هيلاقي تحسن كبير جدا في قوته وفي ذكائه، وفي نفس الوقت هنقضي على البكتيريا والطفيليات اللي موجودة في الأمعاء بإذن الله.